زي ما تابعنا مشاهدينا من خلال اللقاءات اللي قام بها الزملاء في حي الأسمرات، يعني التطوير كان على يعني شكل كبير جدا، اهتم بكل التفاصيل، اهتم ببناء مش بس المساكن للناس اللي تم نقلهم من العشوائيات، ولكن اهتم ايضا بكل التفاصيل، ببناء الانسان، بناء الحياة الاجتماعية سليمة، بناء ملاعب للصحة ولكل المواطنين اللي اتنقلوا لمنطقة الأسمرات. ايضا يعني كان هناك اهتمام ايضا ببناء الانسان بشكل يجعله يكون مواطن صالح في المستقبل، يقدر يعني تغيير نمط الحياة من الحياة العشوائية للحياة الكريمة اللي يحس فيها الإنسان بقيمته كإنسان. أكيد طبعا ده كله أثر في حتى نفسيات المواطنين اللي تم نقلهم إلى حي الأسمرات. الحقيقة الاهتمام بتطوير العشوائيات زي ما قلنا في البداية هو كان أحد الملفات الرئيسية اللي اهتم بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم منذ 7 سنوات. وكان الحقيقة هذا التطوير كان لهدفه الرئيسي هو تطوير الشكل الحضاري وأيضا الاهتمام بالإنسان المصري وتطوير حياته وجعل حياته أكثر رفاهية ويعيش حياة كريمة. الحقيقة إحنا معانا تقرير بيتحدث عن تطوير العشوائيات، هنتابع التقرير ونرجع لكم تاني. عدة تحققت على أرض الواقع في كافة المجالات، ومنها قضية العشوائيات التي كانت من القضايا الكبرى والشائكة أمام الحكومات على مدار سنين. وخلال 7 سنوات الماضية بدأت عملية تطوير ونقل للمناطق العشوائية، وتم وضع جداول زمنية لإنهاء العشوائيات بشكل نهائي، وتكللت تلك الجهود بأن تصبح مصر بدون عشوائيات خطرة لأول مرة، إذ توج هذا الإنجاز في ملف العشوائيات بإنهاء ملف السكن غير الآمن وهدم كل المناطق الخطرة التي تمثل خطورة على سكانها ونقلهم لأماكن أخرى أو إعادتهم لنفس أماكنهم بعد إعادة بنائها. وشهدت الفترة الماضية تنفيذ أكثر من 500,000 وحدة سكنية لأهالي العشوائيات في مختلف المحافظات ضمن ملف القضاء على العشوائيات الخطرة على مستوى الجمهورية. وفي القاهرة وحدها كان هناك 357 منطقة عشوائية خطرة غير آمنة، تم رصد 32 مليار جنيه لها، وتقريبا انتهى الجزء الأكبر منها، ومناطق أخرى عشوائية على 152 ألف فدان تكلفتها التقديرية تبلغ 318 مليار جنيه. كما تم الانتهاء من تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، من أبرزها مشروع الأسمرات 3. كما تم الانتهاء من تطوير العديد من المناطق العشوائية في الأسكندرية وبورسعيد وغيرها من محافظات الجمهورية، وإيمانا منه بأهمية الحفاظ على حياة المواطنين المقيمين بتلك المناطق، أكد الرئيس السيسي على ضرورة توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات من قبل رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني. كما أكد خبراء أن تطوير العشوائيات تعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لعشرات الآلاف، وأشاروا أنه بفضل توجيهات وتعليمات الرئيس السيسي أصبح حلم القضاء على العشوائيات وتطويرها أمرا واقعيا، وذلك بهدف الحفاظ على حياة المواطنين وتوفير حياة آدمية وآمنة تليق بأبناء الشعب المصري. وإحنا بما أننا النهاردة بننقل من حي الأسمرات، خلينا نتكلم على هذا الحي، حي الأسمرات اللي تم إنشاؤه على 3 مراحل، استوعبت حتى الآن أكثر من 15,000 أسرة. تم إنشاء 3 مراحل على مساحة 185 فدان تقريبا، وتم الانتهاء منها بالكامل وتسكين المرحلتين الأولى والثانية، وجاري حاليا تسكين المرحلة الثالثة. تم الانتهاء من المرحلة الثالثة بإجمالي 18,420 وحدة سكنية لكل المشروع. المرحلة الأولى كانت أنشئت على مساحة 65 فدان وبتضم 6,258 وحدة سكنية بتكلفة حوالي 850 مليون جنيه، وبتمويل من موازنة المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، ده طبعا بخلاف القيمة الفعلية لثمن الأرض اللي مقام عليها. المرحلة الثانية تم إنشائها في من المشروع وبتمويل من صندوق تحيا مصر على مساحة 61 فدان بقيمة تعاقدية 700 مليون جنيه، بتضم 4,722 وحدة سكنية بخلاف إنشاءات المباني
الخدمية والمرافق. أما بالنسبة للمرحلة الثالثة فأقيمت على مساحة 62 فدان وبإجمالي عدد وحدات 7440 وحدة أرضي وتسعة أدوار متكررة وبتكلفة مليار جنيه تقريبا. المرحلة الثالثة بتوفر المرحلة الثالثة من المشروع بتوفر حوالي 7440 وحدة سكنية موزعة على 124 عمارة فيها أسانسير وبتتكون من أرضي وتسعة أدوار متكررة، وبتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محل تجاري متنوع الاستخدام، وفي 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 متر لكل حضانة، و4 وحدات صحية بنفس المساحة اللي هي مساحة الحضانات، وساحة انتظار سيارات بتسع لألف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة ومخبز آلي جانب مدرسة ثانوية للتعليم الصناعي. نتحول مرة تانية لحي الأسمرات والزملاء هناك لنتعرف على المزيد من اللقاءات مع كل يعني ضيوفنا الموجودين هناك. اهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه معاكم من حي الاسمرات، ومعانا دكتوره جيهان حسن مدير عام ثقافه القاهره. واكيد بالثقافه احنا بنتكلم او بنقصد بناء الانسان، صح؟ الناس لما تنتقل هنا مش بس بتغير مكان وبتغير بيوت وبتغير حي، بتغير حياتها كلها. ففي اكيد تفاصيل كتير جدا بتبقوا فيها جنب الناس وبتحاولوا تقفوا جنبهم فيها وتغيروها جواهم. ايه بقى الصعوبات اللي واجهتكم في بداية انتقال الناس للمعيشة في حي الأسمرات ثقافيا؟ طبعا خليني اقولك، في البداية طبعا كانت التحدي اللي بتواجهنا هو ان ابناء الأسمرات
ما كانش عندهم الفكر بان ايه هي الثقافة وايه المقصود بالثقافة واحنا عايزين ايه من ابناء الاثمرات في تبني هذه الرؤية. ولكن خليني برضو اقولك في البداية خالص كانت رؤية للمشروعات او للفعاليات الفنية والحفلات الفنية ما بين خميس وجمعة ومثلا السبت، فكنا على طول شغالين كده. ولكن كان طبعا رؤية حكيمة من دعم معالي الرئيس ودعم معالي الوزيرة. كانت التوجيهات بدأت بخطة تنفيذية حوالي 3 سنين. الخطة التنفيذية كانت بالتوازي مع خطة الوزارة وخطة استراتيجية التنمية المستدامة. وضعنا الخطة دي وكانت رؤية حكيمة من دكتور أحمد عواض إنه نضع خطة تنفيذية لأبناء الأثمرات وتكون خطة متكاملة، في حين إن كان فعلا مركز البحوث الاجتماعية والجنائية كان عمل دراسات وكان من ضمن التوصيات فيه من 2018 إنه يبقى فيه تنمية ثقافية أو ثقافة لأبناء الأثمرات. كان بالتوازي، يعني كان رؤية الدكتور أحمد إن إحنا نبتدي بالخطة التنفيذية، وكانت لسه ما طلعتش التوصيات لمركز الدراسات، ودي فعلا كانت رؤية بعيدة النظر إن إحنا نشتغل على أبناء الأثمرات ورؤية متكاملة. في البداية خالص اشتغلنا على الطفل واشتغلنا على المرأة واشتغلنا برامج تنموية. في الأول حصل إن إحداث يعني نقلة نوعية كبيرة حصلت لما كانوا بدأوا إن هم يبقوا في محاضرات وندوات وتمكين للمرأة وورش حكي. فالنقلة النوعية دي حصلت لهم خلت إن يبقى في فعلا تعديل سلوك. عايز أقول لحضرتك دلوقتي في حراك ثقافي وفني لأطفال الأثمرات، حراك ثقافي وفني للمرأة ولكل أبناء الأثمرات. بقى في وعي أكتر وبقى في مشاركة أكتر. أكيد. طيب الفترة الزمنية اللي أخدتوها كانت قد إيه؟ لأنه أكيد النقلة الحضارية والثقافية كبيرة. على الرغم من إن إحنا حطينا خطة تنفيذية قريبة المدى اللي هي بتكون ما بين 3 سنين مثلا لخمس سنوات، لكن الثلاث سنين حسينا إن الجزء الأهداف أو المرجو من الأهداف كان أكتر من الثلاث سنين. ودي الحاجة اللي احنا بنقول مش مصدقينها، يعني فعلا نقلة نوعية كبيرة حصلت لأطفال الأثمرات، لأبناء الأثمرات، لسيدات الأثمرات. ده من خلال إن هم فعلا كانوا محتاجين ده، محتاجين التوعية. دور الهيئة العامة لأصول الثقافة دايما بقول إنه دور تنموي ودور ثقافي، ودور التنمية الثقافية يعني دور كبير جدا. لا يمكن يكون في تنمية حقيقية وتنمية مستدامة إلا لما يكون في تنمية ثقافية. بالتالي بدأت الخطة التنفيذية بفصول محو الأمية، وده كان أول خط حطيناه في أثر ثقافة الأثمرات. ده رائع، يعني لأنه الأهالي نفسها مش الولاد مش الأهالي. الأبناء الأهالي نفسها بالزبط. تمحو أميتها وتتعلم القراءة والكتابة. لأن أنا هعمل تنمية ثقافية يبقى لازم يكون في محو أمية في البداية خالص، عشان أحط البنية بتاعتي إن أنا أبتدي بالخطة والناس تبقى فاهم أو يبقى عارف يقرأ ويكتب. وبالفعل خرجنا الدفعة الأولى والدفعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة الحمد لله، ووصلنا بعض منهم وصلوا للابتدائية، وفي منهم في وصلوا دلوقتي لتانية اعدادي وتالتة اعدادي. كله يعني تقريبا ما بقاش في حد بيعرفش يقرا ويكتب في الأثمرات؟ لا، احنا بناخد دفعات، فاحنا بنخرج الدفعات دي، وده حاجة ما كانش موجود قبل كده. فإذا البداية كانت محو الأمية. بدأنا بعد كده نشتغل على الطفل من خلال إن أنا عايزة أوضح لهم إيه هي منظومة القيم. وجزء منظومة القيم هي جزء من استراتيجية وزارة الثقافة، إن أنا بحاول أعمل تعزيز للقيم الإيجابية وتعديل سلوك. ده بيحصل من خلال ورش الحكي عندنا، من خلال الآليات والعناصر الثقافية اللي موجودة داخل قصر ثقافة الأثمرات، من خلال برضو إن أنا بجيب لهم ورش الحكي اللي مرتبطة بالتاريخ والوعي التاريخي. بنحاول نعمل محاضرات توعية، بنحاول نعمل ورش وندوات ثقافية، فنون تشكيلية،
بنحاول نوصل المعلومة بصورة بآليات وعناصر الثقافة الحديثة. يعني بدأنا ببرنامج دلوقتي التحول الرقمي، وده توجهات معالي الرئيس ان احنا نعمل التحول الرقمي، ولكن ازاي اوصل للطفل هنا في ابناء الاسمرات انه يتفهم يعني ايه اخلاقيات رقمية، ويعني ايه يبقى يعرف ان هو يحاول يقرب من النت ولكن يقلل من السلبيات اللي موجودة في النت، وفي نفس الوقت انا بديله فكرة عن التحول الرقمي وايه هي اهميته والاخلاقيات الرقمية والامان التكنولوجي، وده بربطه مع البحث العلمي وان انا بنميله مهارات البحث العلمي، وده موجود في قصر ثقافة الاسمرات مع الاطفال. خليني اقول لك برضو ان ورش الحكي مرتبطة بمنظومة القيم، كل يوم بيبقى فيه منظومة وقيم أخلاقية بيكتسبها الطفل من خلال ورش الحكي، عن طريق مثلا الأراجوز، مسرح العرايس، عن طريق الفنون، تعديل سلوك، يعني تعديل سلوك. القيم اللي المفروض الإيجابي. الواحد يلتزم بيها وده كان قبل يعني حضرتك ممكن تشوفي قبل وما بعد. يعني ثقافة الاعتذار ما كانتش موجودة، دلوقتي بتلمحي ده، بتلمحي ان باي حال. طبعا المشاريع اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي مشاريع يعني طويله المدى، يعني هتاثر في اجيال ورا اجيال. صحيح. والمطلوب انها تغرس قيم الناس تديها لبعض. صحيح. طب انتوا هل بتستعينوا بالناس نفسهم يعلموا بعض؟ يعني ممكن مثلا تستفيدوا من خبرات مدرسين او مشرفات في الحضانة او كده، منهم فيهم بيبقوا اقرب ليهم؟ انا عندي بالنسبة للبرنامج بتاعي بيبقى محاضرين متخصصين علشان يقدروا يدي المعلومة صح ويقدروا ينموا او يقدروا يعملوا التوعية، نشر ثقافة التوعية نفسها، بحيث ان انا معركة الوعي هي معركة لازم تكون يعني تمتلك الادوات بتاعها، وفي نفس الوقت أبقى عندي الآلية الحقيقية للنهضة التنموية، في حين أن أنا بحاول أن أنا أول حاجة بعملها التشبيك ما بين الوزارات. يعني الحمد لله كان في تشبيك ما بين الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والوزارات والمؤسسات الحكومية، يعني كان في التعاون والتشبيك ما بين وزارة البيئة ومبادرة تتحضر للأخضر، وفهمنا الأولاد والسيدات الحفاظ على البيئة والحفاظ على نظافة البيئة. مبادرة تتحضر الأخضر حضرتك لما تشوفي قصر ثقافة الأثمرات في يعني نقول بعض الحاجات اللي هي تكون مرتبطة بالزراعة، لمجرد ان انا اقول لهم ان ايه هي الاهتمام بالبيئة وان انا احافظ على البيئة الزراعية، وان انا وده في خلال مبادرة تتحضر الأخضر. انا عندي طبعا التواصل ما بين الوزارة الصحة و100 مليون صحة، عندي التعاون والتواصل مع مبادرة اتنين كفاية، وده محاضرات وتنمية ونشر وعي ثقافي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لأبناء وسيدات الأسمرات. طبعا التواصل الحقيقي كان كمان الفعال ما بين المجلس القومي للمرأة ومناهضة العنف ضد المرأة، وبنحاول ان احنا كمان التواصل مع الجمعيات الأهلية كان من خلال بعض المعارض اللي عرضنا فيها ازاي الطفلة بتقدر تعبر عن نفسها عن مناهضة العنف ضد المرأة. طيب خلينا نرجع للحاجات الجميلة اللي حضرتك قلتيها دي، فيها تفاصيل كتير عايزة نعرف عنها أكتر، بس نروح لموجز أخبار الساعة ونستكمل من بعده حوار. تفضل. رجعنا لكم مرة تانية وما زالت معانا دكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة القاهرة، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن فكرة تنمية الإنسان في مجتمع جديد ومختلف تماما عن المجتمع اللي كان عايش فيه. واحدة من المشكلات اللي ممكن تكون واجهتوها منظومة القيم اللي كانت الناس عايشة بيها قبل كده، يعني ممكن تكون في ستات بتتضرب مثلا، رجالة بتفتري، ولاد طول النهار في الشارع أو ممكن يمارسوا أو يعملوا سلوكيات مش مظبوطة. يعني قدرتوا تعدلوا ده كله ازاي، وبالذات مع كبار السن، يعني الستات والآباء والأمهات بقى اللي هي فكرة تعديل سلوكياتهم في السن ده صعبة؟ صحيح، لكن
في البداية خالص كانت فكرة ان احنا نقرب الطفل من قصر ثقافة الأثمرات ونجذبه ليه، وده كان فكرة ان احنا نحاول نعمل له ورش وندوات ونحاول يبقى موجود، يعني يصحى الصبح على طول يبقى متواجد معانا لحد بالليل. وطبعا توجيهات معالي الوزيرة ان احنا بنشتغل حتى ايام الجمعة وبنشتغل الفترة الصباحية والمسائية، فهو بعد ما كان في الشارع لا هو بدأ يبقى لقى مكان يتواجد فيه، ينمي مهاراته، يثقل المهارات ويتواصل مع إنسان آخر. فهنا فكرة قبول الآخر وفكرة منظومة القيم بدأنا نحاول بيها ان احنا نزرعه في التعديل السلوك. كمان حتى في الاول كان الولد ممكن يعني الكرسي ممكن يعني يحاول انه مثلا يقطعه، لكن دلوقتي لا، حاسه انه لا ان ده مكانه وده بتاعه، ده الفكره انه ده المكان اللي هيتواجد فيه على طول. لكن ان انا لما كان بيروح مثلا لبيت البيت بقى الام والاب، فبداوا ان هم اللي يقولوا له انت عملت ايه، فبداوا يجوا الام والاب. هنا بنحاول ان هم ليهم برنامج معين لينا وليهم دور، يعني في اطار ان احنا بنحاول مناهضه العنف ضد المراه وان احنا بنعمل ندوات توعيه، احنا قلنا ان احنا نشتغل على الرجل، بمعنى ان انا ممكن اعمل البرنامج لان مثلا المشكلات اللي موجوده لما درسنا الخصائص السكانيه لمنطقه الاسمرات، فلقيت ان الخصائص السكانيه ليهم او بعض المشكلات زي الزواج المبكر، يعني ممكن تبقى في الاعداديه وبتحضر نفسها انها للزواج، اذا هنا دي مشكله انا هبتدي اعالجها ازاي، من خلال ان انا اتعامل مع الام واتعامل مع الجده واتعامل مع الرجل الزوج اللي هو الاب. هنا لازم الاب يجي لي، فبدانا ببرنامج، البرنامج ده مع الرجل، وبدانا يبقى جلسات حوار نقنعهم بان لا للعنف، الضرب لا، وان تعزيز قيمه المراه، لان المراه ليها دور كبير جدا. وطبعا في اطار التوجيهات معالي الرئيس ان ده العصر الذهبي، استجابوا الرجاله، يعني لقينا فعلا احنا عندنا كمان متابعه للسلوك، وان احنا بنحاول ان انا اعمل مش احصاءات كميه ولكن بالاحصاءات الكيفيه. يعني طب في جهه مثلا لو حصل عدم موافقة على السلوكيات دي، أو أنه الناس ما مشيتش عليها، أو ست تعرضت مثلا لعنف، تلجأ لها الست دي خاصة بحي الأسمرات ولا؟ أنا يعني بالنسبة للتواصل للمجلس القومي للمرأة هم فعلا بيتواصلوا، لكن تمام. أنا بتكلم على ممكن عملنا بعض البرامج لدعم المرأة نفسيا واجتماعيا، ومن حيث انها بتجيلنا وبنحاول نعمل للطفل حتى الطفلة دعم لنفسيتها، بحيث انها ممكن تبلغنا لو في اي ختان او مثلا حاجة ممكن يحصل لها، فتبدأ ان احنا نتعاون معها من خلال برضو دكاترة ومحاضرين يقدروا يشتغلوا على الجزئية دي، ولكن بمحاور مش مختلفة ومتكاملة، الجزء الثقافي والجزء الاجتماعي والجزء الطبي، ده مهم تمام. جدا. حضرتك قلت لي كمان في مواهب كتير عندكم قدرتوا تستغلوها وتشوفوها وتكتشفوها. حقيقي عايز اقول لحضرتك ان من خلال برضو رؤية استراتيجية وزارة الثقافة في اكتشاف الموهوبين ودعم وتنمية الموهوبين، اكتشفنا ما يقرب من حوالي في الغناء 10، والعشرة دول ان هم بيحاولوا ان هم ما بين اطفال وما بين سن اكبر. عملنا برنامج كبير جدا لاكتشاف المواهب، وفي نفس الوقت يعني في اطار ان احنا بنعمل دعم وبروفات لحين اعتماد الفرقة، فرقة كورال الاطفال، وعاملين فرقة للموسيقى وده للشباب، وده برضو ان شاء الله في الخطوات الجايه ان شاء الله هيتم اعتمادهم، عاملين فرقه للاداء المسرحي والفرق المسرحيه. وبالنسبه للاطفال طلعنا اول مسرحيه بكره احلى من النهارده، كان المخرج احمد خليفه، ده متولي الاداء التمثيلي للاطفال. وطبعا عايزه اقول لحضرتك الدعم الكبير كان نائب رئيس الهيئه ودكتور هشام واستاذ جلال، ده الاقليم القاهره الكبرى في موسم مسرحي كبير جدا لثقافة القاهرة، ومن خلال ده عملنا الموسم المسرحي ده في بكرة أحلى من النهاردة للطفل، وفي مسرحية مواطن أسمراتي.
خليني أقولك الفكرة نفسها لبكرة أحلى من النهاردة، التعبير إن أنا عايزين نعرف الطفل يعني إيه تنمية مستدامة، إيه هي المشروعات القومية اللي أنا ممكن أشتغل عليها. طب أنت بتنشغل على المشروعات القومية، هل الطفل عارف يعني إيه تنمية مستدامة؟ لا، هو عارف من خلال الحوار ما بين المخرج وما بين الأطفال. بكرة أحلى من النهاردة، تنمية مستدامة، رؤية 2030 هي إيه، الاستراتيجية فيها إيه، هي أهدافها وإيه هي محتوياتها وخطواتها، وفي النهاية بتوصل لإيه. ده كانت فعلا إن إحنا ده اللي أنا كنت عايزة أوصله. تمام، إحنا بنشكر حضرتك جدا دكتورة جيهان حسن، مدير عام ثقافة القاهرة، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. لسه مستمرين مع حضراتكم من حي الأسمرات، وحواراتنا مستمرة معاكم على شاشة النيل الأخبار في هذا الصباح. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من كرها، ولا حد غيرنا افتكرها، شايلة همومنا على كرها، بلد بفرح كتر كرها. احنا طمعانين في كرم ربنا وجهدنا، في كرم ربنا يساعدنا ان احنا نبني ونعمر، وهنفضل نبني ونعمر. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها.